بيت العائلة المسيحي بمكاتبه الثلاثة. وحكينا هاي تكون خطوة أولى، فبالتالي والما بده هو الحر بيقدر يوات بس إقرار بسيط في المحكمة الكنسية وبيحكي أنا لما أموت بدي حستي يا ما. وأرشفت ملفات المحكمة ونظام حتى الآن طبعاً ما صار ولا سؤال، وعشان هيك كان مهم إنه نفعل هاي المؤسسة الكنسية يكون لها دور في الدولة الأردنية، لأنه كتير مهم، لأنه الأردن النظام الهاشمي جلالة الملك هو على رأس هاي المؤسسة الكنسية، فبالتالي الأردن في عندها مؤسسة. أنا أؤمن إنه الكنيسة هي جزء من الوطن كما الوطن جزء من الكنيسة، ما بنقدر نفصل الكنيسة عن الوطن، فنحن ضمن هاي المنهجية وهاي الرؤية بنعمل. عشان هيك كتير مهم دور الكنيسة حتى يقدر إنه نحافظ على استمرارية الوجود المسيحي من خلال عمل مؤسساتي ببعد قانوني بحوكمة وبناء مؤسسات سليمة بداخل الكنيسة. هذا كان الهدف الرئيسي اللي من أول ما استلمت المطرانية، كان هدفي إنه كلنا نعمل بهذا البعد، إنه نبني مؤسسة قوية في الكنيسة قادرة إنها تساهم في بنيان المجتمع في الأردن، ونقدر إنه نحافظ على وجودنا واستمراريته، لأنه نحن بنتكلم عن وجود 2000 سنة، فبالتالي هون الدور كان مهم إنه نقدر. عشان هيك اهتمينا زي ما شفتوا إنه يكون في عنا مؤسسات في الكنيسة قوية، إن تكون مبنية على علم، على تخصصات المعنيين، يكون في عنا كمان في نفس الوقت البعد القانوني، إنه نعمل قوانين. يعني هاي كان كتير مهم إنه كل شيء نعمل له قانون، ما يكون مقرون بأشخاص، أنا اليوم موجود بكرة مش موجود، لا، الإشي لازم يستمر. وعشان هيك كنت حريص إنه كل القوانين والأنظمة تمر من المجمع المقدس، يعني بتكون بقرارات من المجمع المقدس بموجب الكنيسة. الكنيسة هي المجمع المقدس، هو أعلى سلطة في الكنيسة، فبالتالي قراراته هي ملزمة للمجتمع، هي ملزمة للمؤسسة الكنسية باستمرار. ثاني شيء من خلال البعد القانوني بهذا الجانب، كونه البطريركية بتمشي على قانون 27 لسنة 58، فهي مؤسسة أردنية، فبالتالي نحن هيك حفظنا بموجب القانون على سلامة الأنظمة والقوانين المتبعة بالكنيسة من خلال تفعيل القانون الأردني كما نص المشرع الأردني فيه. فبالتالي هون بنعمل على بنيان مؤسسات قوية بداخل المجتمع الأردني، لأنه هون ما بدنا ننسى نحن بنتكلم عن كنيسة وطنية محلية، يعني هاي الكنيسة هي بنفس المرتبة مع بموجب القوانين الدولية والكنسية، كنيسة القدس هي مثل الفاتيكان، مثل القسطنطينية، مثل الإسكندرية، مثل إنطاكيا وروسيا. فنحن بنتكلم عن أعرق 5 كنائس، فبالتالي هون منشوف أهمية هاي الكنيسة ببعدها التاريخي الحضاري الوطني. وعشان هيك كان مهم إنه نفعل هاي المؤسسة الكنسية يكون إلها دور في الدولة الأردنية، لأنه كتير مهم، لأنه الأردن النظام الهاشمي جلالة الملك هو على رأس هاي المؤسسة الكنسية، فبالتالي الأردن في عندها مؤسسة قوية اللي هي كنيسة محلية وطنية مش تابعة للخارج.